بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا، بلغنا مما يرضيك آملنا، فقهنا في أمور ديننا ودنيانا وفيما أقمتنا فيه. اللهم بارك لنا فيما أقمتنا فيه، ووفقنا فيما أقمتنا فيه بما أقمتنا فيه، وخذ بأيدينا إليك مما أقمتنا فيه إليك يا رب العالمين، وحل بيننا وبين غيرك حتى لا نشاهد في الكون إلا أثر إحسانك وبرك. واختم لنا ولسائر المسلمين خاتمة السعادة أجمعين، واكفنا واكفهم السوء بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب فتح القريب المجيب لابن قاسم الغزي رحمه الله تعالى، شرح كتاب الغاية والتقريب في فقه السادة الشافعية للإمام القاضي أبي شجاع رحمهما الله تعالى، ونفعنا الله بعلومهما وعلوم مشايخهما في الدارين آمين. فصل في أحكام الوصية. والوصية جاء بها بعد الفرائض لأنهما ارتبط في القرآن بعضهما ببعض، ولأن الفرائض والوصية تكون فيما بعد الموت، فالفرائض هي علم المواريث، والوصية أيضا هي تبرع بحق مضاف إلى بعد الموت كما قلنا في تعريفها قبل ذلك. الوصية تبرع بحق مضاف لما بعد الموت كما قال قبل ذلك، هذا معناها الشرعي. وكنها تبرع دليل أنها ليست واجبة، هي تبرع من باب التبرعات، ومضافة لما بعد الموت عشان نخرج الهبة، لأن الهبة تبرع أيضا بس في حال الحياة. الوصية معناها اللغوي جاية من الوصل، يقول لك وصى الشيء بالشيء، يعني وصل الشيء بالشيء، لأن هي الوصية بتصل خير دنيا بخير أخرى، فلها علاقة بهذا. وعشان كده بيقول فصل في أحكام الوصية. الأصل في الوصية طبعا اللي هو الدليل قبل الإجماع، قول الله عز وجل في آية المواريث: من بعد وصية يوصي بها أو دين. يعني كأن المواريث تقسم بعدما يخصم من التركة الديون والوصايا. يقول: وسبق معناها لغة وشرعا أوائل كتاب الفرائض، ولا يشترط في الموصى به أن يكون معلوما وموجودا. يعني لا يشترط في الشيء اللي أنا أوصي به أن يكون معلوم أو موجود، يعني ممكن وأنا ليس عندي مال أوصي بثلث مالي عند وفاتي، وأنا ليس عندي مال، فإذا مت يشوفوا المال اللي أنا اكتسبته بعد هذه الوصية ويطلعوا ثلث مالي. احنا عارفين أن هي الوصية حدها الأقصى هو الثلث، لا تزيد عن الثلث، فإن زادت عن الثلث تكون مكروهة وليست حراما، تكون مكروهة وليست حراما. متى تحرم؟ إذا كانت الوصية لجهة محرمة، سواء كانت ثلث أو أقل من الثلث أو أزيد من الثلث، لكن طالما لجهة غير محرمة وكانت أكثر من الثلث فحكمها الكراهة وليس التحريم. لماذا الكراهة؟ لأنها موقوفة على إجازة الورثة، فإن أجازوا فيما زاد عن الثلث فلا شيء فيه. أما الوصية بالثلث كحد أقصى فهي مباحة، وأحيانا تكون مستحبة حتى يتدارك بعض الخير. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده، حديث البخاري، اللي هو إن الإنسان لابد أن يكتب وصيته وألا يؤخرها ليلتين، هذا في حق من كانت عليه ديون.
يبقى متى تجب الوصيه؟ تجب الوصيه اذا كان عليك ديون، لانك لو مت ولا يعلم الناس هذه الديون ولم توصي بها قد يؤدي الى ضياع الحقوق. لكن واحد ليس عليه ديون، له ان يوصي وله ان لا يوصي. فهمت بقى المساله؟ فهي على سبيل الاباحه او على سبيل الاستحباب، تدور بين ذلك وذلك. وعلشان كده بيقول: ولا يشترط في الموصى به ان يكون معلوما وموجودا، معلوما او موجودا كمان، وحينئذ تجوز الوصيه بالمعلوم والمجهول. ويدي لك امثله كاللبن في الضرع. اللبن في الضرع ده مجهول الكيل، مش كده برضه؟ يجوز الوصيه به. وبالموجود والمعدوم، كالوصية بثمر هذه الشجرة قبل وجود الثمرة. وبالموجود والمعدوم، دي أمثلة يعني. طبعا الوصية كانت قبل آيات المواريث كانت واجبة. يوصيكم الله في أولادكم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن كان إن ترك خيرا الوصية. مش كده برضو؟ يبقى نزل الوصية للوالدين والأقربين، فكانت واجبة قبل المواريث، ثم نسخ وجوبها بعد آية المواريث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت آية المواريث قال: علم كل إنسان الحق. خلاص، يبقى كانت واجبة قبل آية المواريث. وفي بعض العلماء قال لك الوصية تكون بعد آية المواريث للوالدين والأقربين إن كانوا على غير الإسلام، إن كانوا إيه؟ على غير الإسلام. يعني واحد أسلم وله أب وأم على غير الإسلام، فلو مات لا يرثوه لاختلاف الدين، يبقى محرومين، وهو مأمور بإيه؟ بالإحسان إليهم حتى ولو كانوا كافرين، مش كده برضه؟ فيبقى في الحالة دي له أن يوصي لهم في حدود الثلث، ما يزيدش، لأنهم لو مات ليس لهم حق في تركته لاختلاف الدين. واضح؟ إنما طبعا لو مسلمين مش مشكلة، لأنهم هياخدوا كده كده من التركة. كذلك لو له أبناء غير مسلمين، يعني واحد مثلا أوروبي أسلم وليه أبناء غير مسلمين وما تبعوش على الإسلام وله أموال طائلة، فيعلم إن هو لو مات ولاده يحرموا من الميراث، وهو عايز يحسن إلى أولاده، فله أن يوصي لهم لأنهم ليسوا وارثين، لأن لا وصية الوارث، وهنا في الحالة دي ليسوا وارثين له لاختلاف الدين، فله أن يوصي له. يبقى الوصية ممكن تكون إيه؟ يعني معمول بها الآن، وليست آية الوصية للوالدين في سورة البقرة منسوخة كلية، بل هي منسوخة لجهة الأب والأم المسلمين، وليست منسوخة إن كانوا غير مسلمين، فما زال معمول بها. واضح؟ للأمر في الشرع بالإحسان للوالدين مطلقا. وهي أي الوصية من الثلث، اي ثلث مال الموصي. احنا قلنا لان حديث طبعا سعد بن ابي وقاص لما قال اوصي بمالي كله، فايه فشاوره النبي وتشاور مع النبي حتى وصل الى الثلث، وقال له الثلث والثلث كثير، يعني اقصى حاجه الثلث. وبالتالي هي اي الوصيه من الثلث، يعني من ثلث التركه، من ثلث التركه بعد ايه؟ خصم الديون. تقدم الديون اولا لانها واجبة الاداء، فاذا انتهينا من الديون وبقي لسه من التركة شيء، يبقى ننفذ الوصية. لو الوصية استغرقت اكثر من ثلث التركة ننفذها في الثلث، والباقي موقوف على اجازة الورثة. كويس؟ يبقى وهي اي الوصية من الثلث. سيدنا علي بن ابي طالب كان يحب ان يخلي الوصية اقل من الثلث، ما تعملهاش اقصى حاجة، خليك في الاقل، ربع، خمس، سدس، يعني مش شرط توصل لاقصاها، يعني حتى لا يكون هناك ضرر او شميمة ضرر للورثة. وهي اي الوصية من الثلث، اي ثلث مال الموصي. فان زاد على الثلث، افرض زاد، وقف الزائد، تبقى لو زاد عن الثلث لا تبطل الوصية بل تبطل فيما زاد.
واضح؟ وقف الزائد على إجازة الورثة المطلقين التصرف. طب لو أوصى بأزيد من الثلث إيه حكمه؟ هل يحرم؟ لا يحرم، يكره، يكره ولا يحرم. ليه؟ لأنه حر التصرف في ماله. فقارينة حرية التصرف في المال صرفت النهي عن الوصية فيما زاد عن الثلث من التحريم إلى الكراهة. واضح؟ ثم هي بعد ذلك موقوفة على إجازة الورثة. وقف الزائد على إجازة الورثة المطلقين التصرف. على إجازة الورثة المطلقين، يعني يفرض أن الورثة بتوعه أطفال قصر صغار، دول غير مطلقي التصرف. يبقى في الحالة دي يوقف التصرف فيما زاد عن الثلث لحد ما يكبروا ويبلغوا الرشد. شوف قد ايه تفضل دي معلقه، ما زاد عن الثلث ده معلق حتى لا يدخل في القسمه. شوف قد ايه يفضل معلق سنين محفوظ لحد ما بنسبه الزائد، الزائد بس. لا يعني حضرتك لو اوصل 1 2 3 تمام، فالمجموع زاد عن الثلث، فما زاد عن الثلث مثلا الثلث اللي فوق الثلث هو اللي هو ده اللي يوقف. نختصر يعني هناخد التلت ده ننفذه في الوصيه، وما زال عن الثلث نوقفه حتى يكبر الورث. لما يكبروا الورثه نجزه بعد ذلك، خدت بالك؟ ولا يحل محل الوصي ليهم انه يوافق يعني ايه بالنيابه عنه، ما ينفعش. لازم لما يبلغوا هم الرشد هم اللي يوافقوا بنفسهم. واضح؟ عشان كده قال لك ايه؟ وقف الزائد يعني على الثلث على إجازة الورثة، قال لك في الشرح المطلقين التصرف، عشان يخرج مين؟ يخرج المجنون، ويخرج السفيه، ويخرج الطفل الصغير، كل دول يخرجهم. المجنون حتى يفيق، والصغير حتى يكبر، مش كده برضو؟ والسفيه حتى يعقل. يبقى المطلقين التصرف، فإن أجازوا فإجازتهم تنفيذ للوصية بالزائد. يبقى إجازتهم متوقفة على ما زاد من الثلث، مش على إجازة الوصية من الأصل. واضح؟ وإن ردوه، طب افرض ردوا ما وافقوش، تعود عليهم، خلاص يقسموا عليهم بنسبة إرثهم. وإن ردوه بطلت في الزائد. يعني إن ردوا الزائد بطلت في الزائد ولم تبطل في الكل، خد بالك دي نقطة مهمة. ولا تجوز الوصية لوارث، ولا تجوز الوصية، الوصية لوارث حكمها ايه؟ مكروه وليست حرام. لا وصية لوارث على سبيل الكراهة وليست التحريم. فلو واحد اوصى لوارث فعل مكروها ولم يفعل حرام. واضح؟ دي نقطة مهمة، لان في ناس تظن انها حرام، ليست حرام، هي مكروهة فقط. وقد تزول الكراهة إن كان له مسوغ بينه وبين ربه بقى، يعني عنده أحد أبنائه لم يكمل تعليمه وباقي أبنائه كلهم أكملوا تعليمهم وتوظفوا وبقوا كويسين، واحد من أبنائه فشل في دراسته وليست له وظيفة وليس له دخل ثابت، واخد بالك؟ أو عنده عاهة تعوقه عن أنه يمارس حياته بصورة طبيعية كباقي الأبناء، فأراد أن يستأثره بشيء زائد على إخواته فأوصى له بشيء زائد. واضح؟ هذه الفعلة في حد ذاتها مكروه، انه يوصي للوارث ده مكروه، لكن قد تزول كراهة بينه وبين ربه ان كان له مسوغ. واضح؟ ولا تجوز الوصية لوارث وان كانت ببعض الثلث. والعبرة ان لا تجوز الوصية لوارث بعد الوفاة، يعني افرض هو اوصى لعمه وكان له ابن ملوش اقارب خالص الا عم وابن وزوجه، فالابن هيحجب العم، عمه ده كان رباه فاوصى لعمه بالثلث على اساس مش وارث. فهمت ازاي؟ هو يريد ان هو يرد له بعد جمايله لانه رباه، فاوصى لعمه، فدي وصيه لغير وارث. قدرا بعد ما وصى ابنه مات، عمه دخل فبقى وارث، يبقى خلاص توقف الوصية وهياخد كده الباقي تعصيب. فهمت بقى المسألة؟ يبقى العبرة بأن يكون وارث بعد الوفاة
مش العبرة ان يكون وارث وهو في حال حياته، فهمت بقى المسألة؟ لان قد يطرأ عليه ويصير وارث بعد الوصية، يبقى ولا تجوز الوصية الوارث وان كانت ببعض الثلث الا ان يجزها باقي الورثة المطلقين التصرف. فافرض ان اوصى لغير وارث، افرض ان اوصى لوارث لاحد ابنائه ازيد من الثلث، فهمت ازاي؟ بازيد من الثلث تبقى موقوفة برضو في الزائد. موقوفة ايه؟ لا مش كده وبس، ده موقوفة في كله. يعني الوصية لوارث اصلا لا تنفذ سواء كان حتى لو كانت اقل من الثلث، لا تنفذ الوصية لوارث حتى لو كانت اقل الا باجازة الورث. لكن لما تكون ازيد من من الثلث ده لو كانت لجهة غير وارثة، فهمت بقى المسألة؟ عشان تعرف الفرق بس. يعني اوصى لوارث بربع ماله وهو كده كده هياخد نصيبه من الارث وهياخد فوق الربع، نقول له لا ده الربع ده واقف لحد ما يجيز باقي الورث، لان هو كده كده ليه نصيب، فهمت؟ وعشان كده ولا تجوز الوصيه لوارث، يعني مش معناها لا تحرم، مش معناها تحرم، ولا تجوز هنا يعني لا تجاز لا تنفذ، لان في ناس تفهم ولا تجوز يعني يحرم، لا يعني لا تنفذ لا تنفذ، يعني في موقوفة النفاذ على إجازة الورث. يبقى لا تجوز هنا ليست معناها مرادف لأنها تحرم، لا معناها لا تنفذ، فهمت؟ ولا تجوز الوصية الوارث وإن كانت ببعض الثلث، يعني أقل من الثلث، إلا أن يجيزها باقي الورثة المطلقين التصرف. برضه دي نقطة مهمة، المطلقين التصرف دي مهمة. وذكر المصنف شرط الموصي، اللي هيوصي ده بقى لازم يكون فيه شروط، وتصح وفي بعض النسخ تجوز الوصية من كل بالغ عاقل، يعني لازم يكون بالغ ويكون عاقل، مش شرط يكون مسلم على فكرة، الوصية ممكن تجوز من غير المسلم، الشرط الإسلام فيها، لكن يشترط فيها البلوغ ويشترط فيها العقل ويشترط فيها الحرية، لأنه لو كان رقيق مالوش ذمة مالية منفصلة، ويشترط فيها الاختيار ما يكونش مكره كمان، فهم؟ وتصح الوصية من كل بالغ عاقل أي مختار حر، وإن كان كافرا أو محجورا عليه بسفة. المحجور عليه بسفة له أن يوصي، لأنه مش محجور عليه في وصيته، ومحجور عليه في التصرف في الحل في ماله فقط، والحالي في الحال في حال سفاهته، اما الوصيه فهي متعلقه لما بعد الموت، فلو ان يوصي وتتنفذ بعد الموت بس طالما في حدود الثلث، فهمت ازاي؟ وان كان كافرا او محجورا عليه بسفه، فلا تصح وصيه مجنون ومغمى عليه وصبي ومكره، عكسهم يعني. وذكر شرط الموصى له اذا كان معينا، لان قد يكون الموصى له معين وقد يكون الموصى له غير معين، جهة من الجهات، يعني أوصى مثلا بجزء من ماله أقل من الثلث لعلاج الأورام، أو مثلا تحفيظ القرآن، أو لأهل العلم اللي هم مجاورين في الأزهر مثلا، أو لفاقدي البصر، أو للي عندهم مثلا إيه عجز كلي أو شيء من هذا، دي اسمها جهة غير معينة، فاهم؟ لكن احيانا يكون لجهه معينه. وذكر شرط الموصى له اذا كان معينا في قوله لكل متملك، يعني لكل من يتصور ان يكون له ملك يعني من صغير وكبير، وبالتالي يصح انه يوصي لصبي ويوصي المجنون، انت ازاي؟ لكل من يتصور له الملك من صغير وكبير، ما ينفعش يوصي لحيوان زي في اوروبا، لان الحيوان لا يتملك، ده في اوروبا ممكن يوصي للكلب بتاعه وينفذوه، فهمت ازاي؟ في اوروبا كده، لكن في الاسلام لا، لان الحيوان لا يتملك، واضح؟ يبقى الاسلام يختلف عن النظم التانيه، اي لكل من يتصور له الملك من صغير وكبير وكامل ومجنون وحمل موجود عند الوصيه،
يعني مرات اخوه حامل واخوه كان ميت، فاوصى لابن اخيه اللي في بطن ايه ام، يجوز بان ينفصل لاقل من 6 أشهر من وقت الوصية. يعني يعمل بها ايه؟ بانه ينفصل لاقل من 6 أشهر من وقت الوصية. اي لان ما كانش موجود ساعة الوفاة، ما كانش موجود ساعة الوفاة. فهمت ازاي؟ مثلا كان حمل عند شهر او شهرين، يقعد 7 أو 8. ايوه بس المهم يكون هو في بطنها ساعة ما ايه؟ ما مات. يكون في بطنها ساعة ما مات. وعلشان كده احنا اقل مدة حمل عندنا في الشرع الشريف 6 أشهر. واضح؟ وخرج بمعين ما اذا كان الموصى له جهة عامة، زي الامثلة اللي احنا اديناها لك، زي مثلا ايه؟ صندوق مصر، اعمار مصر، الحاجات اللي بيعملوها الوقت دي، او قناة السويس، او مش عارف، الحاجات دي جهة عامة، خدت بالك؟ ما اذا كان الموصى له جهة عامة فان الشرط في هذا الا تكون الوصية جهة معصية. لو كان في جهة عامة تنفذ الوصية، بس بشرط ما تكونش جهة معصية. اوصى مثلا هو راجل طول عمره بيشتغل بقى ايه في السينما، فاوصى مثلا لايه لشركه سينما بتنتج افلام، واحنا مذهبنا ان ده حرام، مذهب الشافعيه ان التمثيل ده حرام بكل صور، مذهبنا كده، يبقى دي جهه محرمه ما تتنفذش. فهمت ازاي؟ او اوصى مثلا بعماره كنيسه وهو مسلم، واخد بالك ازاي؟ اذا اوصى بعمارة كنيسة لان يسكن للناس اللي بيسكنوا فيها، مش علشان بيعبد فيها من دون الله، تجوز من اجل العمار فقط. لكن لو قرنها بانها بيت من ايه، من بيوت العبادة، تبقى ده تحت. فهمت المسألة؟ طب امال عمارة الكنائس تتم ازاي؟ من المال العام للدولة بقى، لكن مش من مال خواص المسلمين. فهمتني ازاي؟ فلازم تبقى ايه؟ الا تكون الوصيه جهه معينه، جهه معصيه، كعماره كنيسه من مسلم او كافر للتعبد فيها، او لمصنع بيصنع الات موسيقى، لان الات الطرب عندنا كلها حرام صناعتها، مش كده برضه؟ او لجهه بتعمل تماثيل، لان التماثيل حرام عندنا، وهكذا، يبقى ما ينفعش ايه؟ في حاجه محرمه. وتصح الوصية في سبيل الله تعالى. يعني لو أوصاها في سبيل الله تعالى في زمن أيام ما كان في جهاد وفي خليفة، هتصرف الجند. كويس؟ طب الوقت تاخدها القوات المسلحة. لو قلت في سبيل الله واكسر الجند، تروح على طول للجيش. فهمت ازاي؟ طيب الجيش له ميزانية ومش محتاج. فنديها في سبيل الله، نخليها بقى ايه؟ اي مجال خير، اي مجال خير، لان الوقت الجيوش الحالية اصبح تسليحها من الميزانية العامة للدولة وليست من الافراد، فهي ليست مفتقرة لوصايا الافراد. واضح؟ يبقى في الحالة دي نخلي في سبيل الله، نوسعها بقى، تحفيظ القرآن، علاج الايه، تربية الايتام، اطفال الشوارع، واخد بالك ازاي؟ النساء المطلقات التي لا عائلة لهن، أو أي شيء بقى من الحاجات اللي هي وجوه الخير يعني في سبيل الله تعالى. وتصرف للغزاة، وفي بعض النسخ بدل سبيل الله وفي سبيل البر. البر يعني مطلق الطاعة، أي كالوصية للفقراء أو لبناء مسجد أو عمارة مسجد بر. وتصح الوصية، هنا بقى انتقل لموضوع تاني غير الوصية اللي بنتكلم عليها، الإيصاء، اللي هي أن يوصي إنسان أن يقوم برعاية إنسان آخر. فهمت ازاي؟ يسموه وصي. يبقى هنا بقى هينتقل لقضية أخرى خالص غير القضية الأولانية. يبقى الأولانية قضية إيه؟ توصية بجزء من ماله بعد وفاته. هنا بقى يوصي شخص أن يقوم بدوره لرعاية إنسان آخر. فهمت ازاي؟ ده يسموه من باب الإيصاء.
وتصح الوصية أي الإيصاء بقضاء الديون وتنفيذ الوصايا. يعني يوصي عمه ولا أخوك كبير يقول له لو أموت عليك أن تشرف على هذه التركة فتؤدي منها الديون وتؤدي منها الوصية بتاعتي ثم تقسمها على باقي الورث. يبقى إيه؟ يخلي واحد قيم، يعني يوصي واحد يبقى قيم على هذه المسألة. لا ولم يفعل ذلك. وتصح الوصية أي الإيصاء بقضاء الديون وتنفيذ الوصايا والنظر في أمر الأطفال. افرض سايب طفل صغير وهو على فراش مرضه، فيوصي مثلا أخوه أو صديقه أنه هو يتولى رعايته حتى يبلغ الرشد، ويبقى هو في الحالة دي قيم عليه، يعني يشرف على ماله ويدير ماله ويشرف عليه حتى يبلغ إلى درجة الرشد. كل ده جائز. وتصح الوصية إلى من اجتمعت فيه خمس خصال. الإسلام، لأن ما ينفعش يوصي كافر أن يرعى إنسان مسلم، هياخده معاه الكنيسة يعني، وما ينفعش. فهمت ازاي؟ طفل صغير ما نوصيش عليه واحد غير مسلم، لأنه ممكن يكفره. دلوقتي في مسلمين بتكفر مسلمين، فما بالك بقى كافر جاهز. انتوا شايفين يعني الإسلام القبيح اللي بيتبعوا الجماعة الوهابية بيجعل أتباعهم يتركوه لأن لا يشعروا فيه بحلاوة الإيمان. فهمت ازاي؟ ما فيهوش الرقائق الروحية، مش موجودة. فما بالك بقى، يبقى احنا في زماننا ده نقول لا يوصي لوهابي. لأنه مبتدع، هيعلمه الدين بخطأ ويكرهه في الدين، وممكن يحفظه القرآن ويخليه كافر بعد ما يحفظ القرآن. احنا شفنا عيال حفظ القرآن وكفرت. فهمت ازاي؟ فما ينفعش كده. يبقى لازم يكون مسلم فاهم دينه، مش مسلم مبتدع واخد بالك ازاي يقوم يكفر الواد او يخلي مخه ملخبط ويخليه تبع الخوارج. ما ينفعش الكلام ده. يبقى اجتمعت فيه خمس خصال. الاسلام، يبقى الاسلام الحق، مش لان احنا بقينا في زمن الاسلام له ايه؟ اطياف كثيره. كان زمان ايام ما كانوا بيالف الشيخ كان الاسلام طيف واحد المعتدل المعروف. الفرق دي كانت كلها كامنه في الجحور مش ظاهره. دلوقتي الفرق دي بقى لها كتب وليها فضائيات وليها شغلانه كبيره، واخد بالك؟ وبالتالي احنا هنا لازم نقيد الاسلام المعتدل. دلوقتي يقول لك في الاعلام الاسلام الوسطي، واخد بالك ازاي؟ يبقى لازم ان يكون مسلما اسلاما وسطيا غير منحاز لاي فرقه من الفرق التي تسمى فرق خوارج الان، بما فيها الوهابيه والسلفيه والجهاديه وكل ايه وجهادكها وكل حاجه، واخد بالك؟ تاخد بالك من كده. يبقى لما تيجي تقرا كتب الفقه القديم لازم تحلها للواقع بطريقه جديده عشان تفهم. اجتمعت فيه خمس خصال: الاسلام والبلوغ والعقل والحريه والامانه. لازم كده، لازم يبقى بالغ. اللي احنا اوصي عليه ابني اللي هيشرف عليه ده لازم يبقى انسان بالغ ويكون انسان عاقل، مش كده وبس، ويكون امين اللي هي العداله، يعني كانه عبر عن العداله بالامانه. وكلمه العداله دي كمان هتخلينا تدخل فيها الاسلام الوسطي، انه فاهم دينه صح. فهمت ازاي؟ انه ما يكونش فاعل كبائر ولا داعي لبدعه، واخد بالك ازاي؟ يبقى الاسلام والبلوغ والعقل والحريه والامانه. واكتفى بها المصنف عن العداله، الامانه اكتفى بالامانه عن العداله. فلا يصح الاصاء لاضداد من ذكر، لكن الاصح جواز وصيه ذمي الى ذمي. عندنا وجهين: هل يجوز ان انا اوصي ذمي بذمي؟ قال لك يجوز على الاصح. وجه ثاني قال لك لا يجوز. والراجح ايه؟ الاصح جواز وصيه ذمي الى ذمي عدل في دينه على اولاده الكفار. يعني واحد مسيحي عايش في بلاد المسلمين بيحكم باحكام الاسلام، كويس، وهو واحكام الاسلام اننا نقره على دينه يفضل مسيحي. فجاء هذا الانسان المسيحي اوصى لاخيه ان يرعى اولاده من بعده، اخوه ده مسيحي زيه، يجي القانون يصح هذه الوصيه، ما ياخدهاش منه المجلس الحسم. فهمت ازاي؟ عنوه لا، يخلى اخوه، لكن المجلس الحسم يشرف على اخيه مخافه ان يسيء
تصرفه بس. فهمت ازاي؟ يعني هذه المعنى. انما لو هذا الانسان مسلم اوصى لجاره المسيحي ان يرعى اولاده من بعده لا يجزه القانون، ويبقى المجلس الحسبي في الحاله دي هو الايه اللي يقوم بالايه بالوصايه بالنيابه عنه. ممكن يعين واحد، مجلس الحسبي ممكن يعين واحد، شوف اقاربه فين، امه عايشه وام وصي، عمه عايش يخلي عمه وصي، اخوك كبير عايش يخلي اخوك كبير، بس تحت اشراف المجلس الحسبي. فهمت بقى؟ فلا يصح الإصاء لأضداد من ذكر، لكن الأصح جواز وصية ذمي إلى ذمي عدل في دينه على أولاده الكفار. عدل في دينه يعني رجل ذمي، يعني مسيحي ولا يهودي، لكن هو رجل معروف أنه حسن السير والسلوك ورجل أمين وما يأكلش الحرام ما ياخدش غير حقه، خلاص نجيز أنه هو يبقى وصي على أولاد إيه الذميين اللي زيه. فهمتني إزاي؟ ويشترط أيضا في الوصي ألا يكون عاجزا عن التصرف. لازم كمان لما توصي واحد، لازم توصي واحد يكون قادر على أنه ينفذ الوصية ويراعي الأولاد، مش توصي واحد واخد بالك إزاي لا يحسن التجارة وتوصي أنه يدير مال الصغار، وما كده هيخربها، أو يكون عاجز أعمى أو عنده عاهة تمنعه من أنه يرعاهم، لازم يكون قادر على ايه على اداء هذه الوصية. ولا يكون مثلا مجنون او سفيه او عنده مرض معوق له، كل ده ما ينفعش. ويشترط ايضا في الوصية الا يكون عاجزا عن التصرف، فالعاجز عنه لكبر او هرم مثلا لا يصح الاساء اليه. واذا اجتمعت في ام الطفل الشرائط المذكورة فهي اولى من غيرها لكمال شفقتها، ده برضو مقابل للايه مقابل للمرجوح، لان في راي مرجوح قال ان الوصيه لابد فيه الذكوره حتى يكون قوي ليدفع الضرر عن ايه الموصى له، والمراه حالتها العامه الضعف. لكن العلماء قالوا لا، اذا اجتمعت في ام الطفل القدره والذكاء وحكمه التصرف، فوجود شفقتها على الابن يمنعها من ان تسيء، يبقى بالتالي نجيز ان تكون الام وصيه، وده اللي معمول به في القانون المصري والحمد لله. والله تعالى اعلى واعلم. ونقف على كتاب النكاح وما يتعلق به من الاحكام والقضايا الثلاثاء بعد القادم ان شاء الله. تفضل يا سيدي.